الرابع توقعت انه النهائي سعودي قطري؟ هو يمكن لو نظرنا لاخر 10 سنوات او 15 سنه لا يوجد بطل فاز بالبطوله مرتين ورا بعض. جميع يعني الفرق بالنظام الجديد دائما ما نشوف بطل. كنا متوقعين يعني المنتخب الاماراتي عطفا على المباريات الوديه هناك تراجع في مستوى، فما كان متوقع ان المنتخب الاماراتي يصل للنهائي. يمكن منتخب الاماراتي قدم مستوى لكن ليس مثل المستوى اللي قدمه في خليجي البحرين. المركز الثالث طبعا بالنسبه للاخوان الاماراتيين لا يرضيهم لان طموحهم هم الاول، ولكن اعتقد انه مركز يناسب امكانيات المنتخب الاماراتي في الوضع الحالي. نعم. طيب ابو صقر اللي لا يستطيع ان يخرج من خليجي 22 الا بالمركز الثالث او بالمركز الرابع، تعتقد قادر على ان يحدث فارق في كاس اسيا؟ بس اولا لو سمحت لي انا ابغى اعتذر للجماهير، شيء خارج عن ارادتي، انا ما رحب بالدكتور. يا هلا مرحبا. كنت حاب من البدايه اني ارحب فيك وانا اقول اهلا وسهلا فيك في برنامجنا، واحنا سعيدين بتواجدك معنا. انا سعيد يا يعني انا اعتقد ممكن اتفق مع ابو ريان في قضيه عدم اهميه هذه المباراه. يمكن منتخب الاماراتي نعم منتخب بطل، ولكن وكان يهم هذا الامر يعني انه خروجه على الاقل بالمركز الثالث لا يليق بمركز بطل الدوره السابقه مثلا يخرج مثلا يعني من مولد بلا حمص ما يقول. وانا اعتقد انه هذا هو التسلسل يعني المنطقي في هذه الدوره. يعني بدايه الدوره قلت بطوله لن تخرج عن السعوديه وقطر، واتصور ان الامور مشت على طبيعتها. ابو بدر نفس سؤال ابو صقر، منتخبكم اللي حضر في دورة الخليج ضيف شرف، والإمارات اللي احنا نقول أكثر تطوراً في اليوم في الخليج عطفاً على المجموعة المتجانسة حقه وقس عليها، حتى المتأهلين للنهائي عطفاً على مستوياتهم، تتوقع يكون للسباعي هذا حضور في آسيا؟ أنا حين أبو صقر يتكلم يأتي في مخاليتي يعني تذكرت دورة الخليج السابعة اللي السعودية شالت زقالو ويابت خليل زياني. عادل يا ابو صقر جابت المركز الثالث. ايه الثالث؟ ايه جابت نعم. خليل زياني يعني شالت زقالو وجابوا خليل زياني. كان الفريق السعودي في المركز الثالث. هذه الدورة كانت السابعة هي اللي سوت الصحوة الجديدة في الكرة السعودية. يعني من كان يتوقع ان عقب الانتكاسة اللي حصلت في سلطنة عمان ان المنتخب السعودي في سنغافورة يرجع بكاس آسيا لأول مرة؟ بس اعتقد هذه اكبر رد على الجواب اللي ممكن تطرحه. يعني ممكن تحضر المفاجأة في آسيا؟ لا القياس هنا ابو بدر غير موجود. لا مو بقياس ابو يزيد، قياس وقتها كان المنتخب السعودي فيه لاعبين وعناصر ممتازة جدا وفيه خارج المنتخب عناصر افضل من اي اكيد اكيد، بس انت كذا ما عندك لاعبين ما عندك احد ممكن هم افضل موجودين في البحرين. لا انا ما تحكي عن منتخب البحرين، انا منتخب البحرين شايله حتى من الترشيحات قبل دورة. نعم. انا اتكلم هو يقول السبع الفرق الخليجية قال مو عادل عبد الله، هو تكلم عن انا توقعت انه منتخب البحرين ما شاء الله مدرب بحق منتخب البحرين. انا مرشحت حق كاس الخليج ارشحه اوسيا. انا قبل يعني قبل الدوره ناس يسالوني بما فيهم تلفزيون سعودي قلت لهم منتخب البحرين خارج نطاق التغطيه. خليك صاحي ويانا يا ابو فارس. ما العبي لك انا بس قلت خارج نطاق الترشيحات. فانا اعتقد يعني قاعد مثل ما قلت لك تذكرت كذي، تعرف انا احب انبر في التاريخ. الله الله. قاعد تذكرت يعني وانا اسمعك او اسمع ابو صقر اقول عفوا ان المنتخب السعودي كانت بدايه انطلاقته من سنغافورة بعد حصوله على المركز الثالث في دورة الخليج. فما تستبعد، احنا الحمد لله الكرة الخليجية ترى قاعدة تتطور وقاعدة منافسة، ودائما ما يكون فريق خليجي في المباراة النهائية، فلا تستبعدوا. انا اشوف مبارك الكرة الخليجية تتطور، الكويت هو الكويت، السعودية هي السعودية. لا انا اتفق ان الكرة الخليجية ما قاعدة تتطور. الكرة الخليجية يعني اذا كان في مو شعبات تطور تحبو، لا زالت تحبو. طبعا لكل بلد له ظروفه المعينه، وكان هناك في اجتهادات من لحظه تايم اوت يا ابو فهد تحبو. لا صلنا انت بعد مثل الدوره المدرسيه بعد
الدول الخليجية تقول الكويت انخفض مستواها. معليش معليش أنا ما أقول تحبو، أنا أقول الكرة الخليجية تتراجع. قبلت التراجع هذه أعظم اللي يقوله تحبو، يعني كأنه تحبو يا جماعة تتقدم يعني تمشي يعني ببطء يعني شديد جدا. أنا بوضح على أبو بدر لما يقول تحبو يعني في مشي للأمام، لما يقول ترى تراجع المشي للخلف بالريوس ارجع في الفريق الكويتي ما حد اختلف عليه انه كله منتخب البحريني، منتخب البحريني جماعة لا تحكي عنه، تحكي عنه بعدين ما تحكي عنه، ما تحكي عنه أبو بدر دالحين رديت على المنتخب البحريني. لا انت ضربت مثال قلت منتخب الكويتي، انا قلت اوكي انا اتفق معاك منتخب الكويتي صفر على الشمال اليوم، الكلمة تبقى على هذا الجانب واللي يتحملها اتحاد الكويت. لا تعال عاد ايش فيك مبارك اليوم يا جماعة صفر على الشمال، قاعد انتوا وايد تقللون من شان الفريق الكويتي. اي انا اتحكي قياسا على البطولة عاد صفر على الشمال. اي بس لان عمان اقلبوكم لا خمسة. لا مستوى نتيجة ايش تسمين يا الله هدوكم. انا اتفق يا ابو بدر لا يجوز ان احنا عشان مباراه واحده لا عشان مباراه عشان مباراه انهزم فيها نقول منتخب البرازيل انهزم سبعة اوكي هل نقول منتخب البرازيل صفر على الشمال؟ اشتراني على قول منتخب البرازيل حقق بطولات حقق كويس حقق بطولات قبل سابقه بس على اي قبل سابقه في اليمن باليمن حقق بطوله من ابو فهد في اليمن ماخذ بطوله فيكم قبل خمس سنين يعني هذا وبس النام نصحى عقب 20 سنه قال مبارك مبارك عفوا ابو بدر يعني انت افهم مبارك لك موقف من اتحاد الكره وعبرت عنه قبل البطوله في مقالات لكن مو معنى هذا الموقف ان انت تنسف تاريخ وتنسف جهود وتنسف عمل موجود اليوم صفر على الشمال. انت الان مو تكلم على بطولات الخليج، انا قاعد على بطولات الخليج محمد. احنا كاس اسيا الاخير اللي بتقام بعد شهر ونص وتخيل الكويت كان تاهل عصيب رغم المباراه الاخيره مع ايران كانت تحصيل عاصم. مبارك انا تدري متى اقبل منك هذا الكلام؟ لما انت في الى يعني المباراه الاولى والثانيه لو قلت لي احنا صفر على الشمال مثل اللي كان يقوله سالم قال منتخبنا ما يبشر بخير وضعنا الفني ترى مرتبك لا تغركم خمسة الكويت. انت كنت لا قاعد ساكت لما صارت الخمسة طلع صفر على الشمال طلع ارحل يا طال فهد وما ادري لا مو صحيح. انا قاعد اقول لك في اخطاء وفي سلبيات، السلبيات هذه تضحك جليا في مباراة عمان حتى مباراة اللي فاز فيها على المنتخب العراقي الكل شاف المباراة كان سيطرة عراقية. انا ما اقلم شان بلدي هذا هو اقل شيء بالنسبة لي احلى يعني افدي بدمي، ولكن اتكلم على منتخب الكويتي في هذه الفترة تحديدا عشان بس لا نخلط الامور وذين المساله او قد يفسر بتفسير خاطئ اخر نفس ما قال اخوي بدر قبل شوي. الان قاعد اتكلمك على منتخب الكويت الان للاسف الشديد يعني ما في تخطيط ما في تنظيم، وهذا كلام انا ذكرته وانت سالتني قلت شنو التوقع بكره؟ قلت لك والله اعلم كان تذكرها الله اعلم على النتيجه بالضبط يعني ايش راح يصير لانك كنت متخوف كنت حاط ايدي على قلبي وصار تخوفي والان شفته المستوى كان ضعيف والنتيجة هي خروجنا مخزي. بس مبارك كنت قبل البطولة تقول احنا فايزين على استراليا وما ادري مين هذا اول ايه هذا اول كان يقول يستشهد انه فايز على استراليا هذا اول قلت لك هذا جاي ياخذ البطولة يا جماعة انت ايش فيكم؟ قال لي انا انت ضد الكرة الكويتية ما دام قال صفر على الشمال انا لابي حنيفة ان يمد رجلي ايش بس ايش يقول؟ خلاص انا لابي حنيفة ان يمد رجلي انتهى الموضوع بس يا ابو فارس لا خلاص ابو فارس انا احترم تاريخك صراحه خلي تاريخك انا انت واذا تحترم تاريخ ابو فارس احترم تاريخ بلدك الكويت. انا من قالك ما احترمتك احنا قاعد نتكلم على الان صفر على الشمال نتكلم على الان ابو فهد فيكم قاعد تشوفوا ابو فهد انت كنت تروح لك مصيبه كنت تعرف في المصيبه اعظم انا اتكلم على الان لا مثل ما انت تتكلم عن الكره الكويتيه انا اتكلم عن الكره الكويتيه ومن حقي اتكلم عن الكره الكويتيه طبعا من حقك لان انت لما تقول صفر على الشمال ها او تقول طفل طفل يحبو كنا لتوه في الحين ما راح شو اسمه توه بتسعة اشهر هاي كلمات الليله ما مطلعها انت شفت شلون انا كنت افهم غلط انا لما تكلمت على يحبو على جميع المنتخبات على الفرق الخليجيه شفت انت اللبس اللي عندكم صاير اللي انت شلون متحشي اليوم احنا ايش فيك اليوم؟ هو ايش فيك اليوم؟ هذه جديده هذه جديده طيب هذه العشر وبدر ارجوكم العشر جديده لا يسع الفهم لا يسع الفهم احنا نتكلم عن بطوله حاليه ولا خليت فيها صفر على الشمال يعني بطوله حاليه خليت فيها سوء نتكلم عن بطوله حاليه نفس الفريق هذا متاهل كاساس يا اخي لا ابو فهد ابو فهد ونفس الفريق هذا جاي في خليج 20 ابو فهد حبيبي ابو فهد حبيبي انت ايش قلت؟
قلت الفريق الكويتي هذا مصيبه. احنا كنا يحبوا الحين احنا قلنا شوف قبل بطولتين عشان انا دقيقه بس دقيقه مبادر دقيقه عشان انا عارف ان في ناس راح يسالها فهم لا اخ محمد ما قصر شعللها وخلاني انا المنتاب انا قاعد اقول هذا ابو بدر انا قاعد اقول صفر الشمال في البطوله الحاليه في البطوله الحاليه لا لا بين قوسين تحت خطين ما قلت اقول انتظر تويتر يا مبارك لا ما قلت البطوله الحاليه كيفك عاد انا بشاهد ابو فارس ده تقول ابو فارس اكيد ابي يلا ابو فارس انت ايضا ما ادري قراءه او بس مناكفه مع سالم انت صورت المنتخب العماني يعني بانه يفترض اليوم في النهائي سالم كان عطاك رؤيه بدنيه ولياقية عطاك رؤية فنية عطاك رؤية إدارية لواقع المنتخب العماني وأنت مصر على اليوم منتخب عماني المركز الرابع. طيب أولا يعني أرجوكم رجاء خاص تحنوا وتخفوا على الزميل مبارك. اسمع سامع يا مبارك أبو فهد أقول سمعت شقول أنا أقول لهم شوف أيوة يعني أرجوهم رجاء خاص يحنوا وخفوا عليك. لا يا أخوي أنا الحمد لله قادر عندي مع نفسي مشكور. لا لا والله خلش يا راجل والله الحمد لله أحمر الوجه الله يطول عمرك. أنا عندي سداد وصار في تراجع. أنا عندي سداد واستسلام خلاص أنا لأبي حنيفة أنا مد رجليه هذه مو 15 هذه 100-0 رجعنا هذه واحدة هذه واحدة رجعنا لا تحرر الكلام أنا أقول لك حاجة واحدة وتشبه الشيء ليس بمعناه. إي والله عدنان بالنسبة لعمان أيوه بس لي في موضوع مداخلة الأستاذ إبراهيم البلوي أولا أنك أعطيتني كريديت بالنسبة أنا ما استاهله والله لا تستحق. أنا أعتقد أنه جماهير الاتحاد من خلال رابطة مشجعي الاتحاد ومن خلال الأسرة الاتحادية هنا كانوا بيقوموا بدورهم على قدر ما يستطيعوا. الإدارة الاتحادية أصدرت اليوم بيان أيضا من خلال المركز الإعلامي وفي كمان جهد من الزميل العزيز الأستاذ جمال عارف ايضا كان في نوع من خلال التحركات اللي صارت عبر وايضا وانا اتابع صحيح يعني للامانه حتى وانا اتابع قبل انطلاق البطوله جمهور الاتحاد عبر مواقع عبر حساباته كان قبل البطوله على الاقل بيومين ثلاثه كان بالفعل يدفع باتجاه الدعم للمنتخب. ترى لو تيجي تطالع يعني بالنسبه لاداره نادي الاتحاد سواء الحاليه او السابقات كلها لو نظرت وجدت انه في كان دعم للمنتخب في كل المراحل وهذا ليس بس نادي الاتحاد الأندية السعودية كذا يمكن الحالة اللي نحن نتكلم عنها هذه المرة إنه في حالة استعجاب للي حصل. عموما بالنسبة لزميلنا أبو ريان طبعا المرحلة اللي فاتت في منكم من يفتكر إيش قال وفي منكم من نسي ويعني بس هو قال قبل المباراة الأخيرة اللي هي قدام المنتخب القطري قال إنه والله السبب تألق المنتخب القطري والحارس العماني ها المنتخب العماني إيه سبب التألق الحارس وأعطاله كريدت شيء مو طبيعي. طبعا أنا عجبني في حاجة إنه بعد المباراة قال بعد هزيمة المنتخب العماني قال إنه الحارس ما كان في مستواه ولكن كنت أتمنى انه يقول ضياع البطولة زي ما انه هو جير كل حاجة للحارس كنت اتمنى اللي ضيع البطولة حارس مو اسمه عادي ولا هو اي شيء. تعتقد سالم يعني كان يخش او يخاف بمعنى اصح من ردات فعل جمهور على الحبسي خصوصا ولا قاعدة جماهيرية كبيرة في عمان؟ لا هو بعض الاحيان اللاعب او الفريق كمان بعض الاحيان يكون مو في يومه. أنا بالنسبة للي قدموا المستوى الفريق العماني هو مشكلة إنه في فلسفة زايدة جات الثقة تحولت إلى زيادة أكثر من اللازم في إنه هو أعتقد إنه المباراة خلاص هي في يده واستهتار بالمنتخب القطري فبالتالي الكلام اللي كان بيني وبين حبيبي أبو بريان كان في منطق إنه نحن نرى منتخب فعلا يستحق الاهتمام على مستوى العناصر الشابة اللاعب الحارس اللي هذا إذا ما قدم هو يقدم مين وبالتالي أعتقد أنه ما هي مسألة أني أنا كسبت الرهان وهو كسبت الرهان
هو، لكن انا اعتقد انه خانوا في في تحليل منتخب بلاده، لانه كان التركيز عنده يعني خان التحليل. عدنان لا تزينها لي، خان التحليل وهو بكل هذه القامة الصحفية، ولا انطباعاته الشخصية على إدارة الاتحاد انعكست على رؤيته الفنية للفريق؟ لسه أنا بقول لك هو تركيزه على الاتحاد، طبعا هو يقول لك لا ما في أي شيء، بعض الأحيان العقل الباطني يشتغل، فبالتالي هذا العقل الباطني يخليه بدون ما يدري، لكن غيره يكشفه. عقل باطن وعقل ظاهر، هون علينا يا فيلسوف. والله انت لا يعني الحين لا لا انا بقول لهم حنوا عليك انت. لا يا اخوي الله يجزاك خير، قبلتين حنوا عليك. والله عادل، عادل ملحد في منتخب عادل ملحد من لا ضابي ترجع له؟ لا حبيبي والله حلوه، ما تسلمت يعني ما قلت ان هذه قناعه حلوه يا عادل ملحد. اسمح لي طبعا، اسمح لك الى بكره اسمح لي، لا انا شفتك مستسلم ها قلت اقنعك. لا انا استخدم نفس الجهود اللي استخدمها على النادي السنيه، لف في الكواليس وراح مشي ومشي ورجع، وبعدين لا اعطى باص عبد ابو عبد الله، اعطاه باص عشان يرفع معنويات. ايش فيك ابو عبد الله؟ فهمنا لا لا انا شفتك مستسلم متسلم، قلت امنت على موقف. لا بعد اقول بعدين اعطيني الكره اوت للنصر على الملعب ما يصير. اسمح لي بس صقر ولا بعدك؟ لا لا بعدك لا 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 خذ راحتك خذ راحتك. لا 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 ما عندي. طيب ابو صقر لا لا خل خلاص خل خل اجي ارد عليه. لا خلي برجع له. لا خل تعتقد من بين المنتخبات السبعة اللي اليوم اللي ظهر بمستوى واللي ما ظهر بمستوى، هل تعتقد في واحد ممكن في الحد الأدنى يروح لنصف النهائي في كأس آسيا، ولا لا ممكن عندك انت اعتقاد انه تمشي مع واحد ويجيب البطولة؟ لا انا اعتقد كلهم من الدور الاول. اوف السبعه اقول هذا يعني انت رايح مع ابو فهد؟ شو اللي رايح مع ابو فهد؟ رجال هذا رايح انت الحين لحظه لا تعيش انت اليوم زايد الموت شويه عادل. حتى قطر قطر والسعوديه رغم وصولهم للنهائي يطلعوا من الدور الاول؟ اتوقع ما في اي منتخب كفو ان يقارع انديه الشرق آسيا، منتخبها الشرق آسيا. حتى لو صار تغييرات في التشكيله ولا اي تشكيله؟ لا ما عندك تشكيله، ايش بيصير يعني؟ لا يعني فرضا المنتخب لا بنجنس اليابانيين ولا بنجنس الاستراليين؟ هذا ربعنا ما نقدر يعني ايش يعني. لا مجموعتك الكويت يقدر يطلع من اليابان ومن كوريا تطلع مجموعات زين. هو لو نتكلم عن المجموعات لانه فعلا الكلام انا قطعتك مرتين في نقاطك وفي ردك على يعني، لكن بجيك بعد دكتور لهالدرجه الشارع الخليجي محبط من منتخبات بلاده ولا لا الشارع الخليجي من الوعي انه يقدر يقدم قراءه لواقع كاس اسيا؟ طبعا كاس اسيا هناك مقاييس مختلفه على حسب المجموعات، مثل ما ذكر ابو صقر مثلا مجموعه قطر عندنا البحرين اعتقد والايران والامارات، ففي فرصه كبيره حق منتخب القطري انه يوصل للدور الثاني. طبعا كل مجموعه تختلف، ولكن في شغلات يعني مثل المنتخب السعودي من المنتخبات اللي عودنا دائما، احيانا المحللين يعتقدون المنتخب السعودي في اسوء حالاته، فهي فاجئنا وكان هذا الكلام في 2007 في كاس اسيا في فيتنام. صحيح. المنتخب السعودي يمكن انا كان لي رأي قبل بداية البطولة وفي تغريدة، لأن رشحت المنتخب السعودي الفوز بالبطولة ورشحت المنتخب القطري أنه ينافس على البطولة، ولكن رأيي أن المنتخب القطري لن يفوز بالبطولة. هذا رأيي، ولكن منيتي طبعا منيتي أنا رشح المنتخب السعودي ورشحته قبل البطولة في تويتر في حسابي في تويتر، ولكن طبعا منيتي أن أكون أن المنتخب القطري يفوز. لا دكتور المخاوف هذه أو القراءة خلنا نقول منطلقها تتعلق باللاعبين المختارين، تتعلق بالمدرب جمال بالماضي، ولا بسياسة اتحاد في إدارة المنتخب؟ لا هي تتعلق بقراءتي للمنتخب السعودي ومعرفتي المنتخب السعودي، متابعتي منتخبنا. المنتخب السعودي يملك الأرض ويملك الجمهور، يعني لو ما حضر في البداية ولكن متوقع بكرة أنه يحضر، يملك جميع العناصر اللي تأهل أنه يفوز بالبطولة. هذه انا كشخص مراقب هذا اللي شفته وكتبته في تويتر وموجود في تويتر. المنتخب القطري سينافس ولله الحمد صدقت توقعاته وهو موجود في النهائي، لكن من يفوز بكره اللي توقعته انا اتوقع البطل السعودي، ولكن اتمنى ان يكون قطري لان هي اعاده على خليجي 15، هي كراكيت مره ثانيه. يمكن في خليجي 15 كنا فايزين ومحققين بطوله لين اخر 10 دقائق عندما
سامي الجابر اعتقد جاء بلنتي او شيء وفازت المملكه في البطوله. في اسيا طبعا صعب جدا ان احنا نقيس منتخب الاماراتي، ممكن يتطور مستوى، ممكن يرجع لمستوى يعني باقي شهر ونص. منتخب السعودي ايضا، منتخب العراقي ممكن يكون فيه ضم بعض اللعيبه الاجداد، منتخب العراق عندها لعيب كم كبير من اللعيبه. المنتخب الكويتي انا ما اتفق ويا زميل، لان المنتخب الكويتي يعني احنا ما نقدر نلوم اتحاد الكره، وين الملاعب؟ وين الميزانيات؟ وين الشغل؟ هل اتحاد الكره وين الدوري القوي؟ وين الدوري القوي؟ يعني هل الاتحاد او الشيخ طلال، انا مش مع طلال ولا ضد الشيخ طلال، ولكن انا مع الحقيقه، يعني في ملاعب مش موجوده، دعم للدوري مش موجود، هل الشيخ طلال او الاتحاد هو اللي بيدعم ولا الشيخ طلال؟ قال الى الان احنا ما استلمنا ميزانيه. جزاك الله خير. طيب وليش اقعد؟ ليش اقعد؟ عاد هذا سؤال يوجه له، بس لا. انا اتكلم، اذا انا ما لقيت اللي دعم، اذا في موقف مني، وبالتالي انا من يعني من المفروض عشان منتخب بلادي، عشان بلدي انا. لا بس بفارس، لا بس بفارس مو موجه للشيخ طلال. الكره الكويتيه كلها تعاني من سنوات طويله من بس عدم وجود. بس خليك تكمل. بس مبارك يقول حجب الميزانيه او تاخير الميزانيه عن الشيخ طلال، قالها هنا، معناته انه في دوائر في 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 قيادات البلد يعني ما تبغى تعطي الدعم لهذا الاتحاد. يعني وهذا وضع طبيعي، وضع طبيعي. يعني اذا في تاخير روتيني تعطيل، بس في الاخير هي كم المبالغ اللي معطله؟ هل هي المبالغ تصرفها دول الخليج الاخرى على الرياضه وعلى قطاع الرياضه؟ لا شيء. ميزانيه مشاركه، ميزانيه مدري ايش. لا 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 لا، عندنا مشاركه، عندنا ميزانيه الانديه مكافئتهم زيادة، هذا اولا. يعطي ميزانيه 500 الف دينار لكل نادي، يعني نادي عندنا مشاركه بست سبع لعبات يعطي له 500 الف دينار. 500 الف يعني ما يعادل بالغطر 7 مليون تقريبا ريال. أيوة تقريبا 7 مليون ريال، هذا مبلغ لا يعني لا نادي. لا عندنا حتى نادي لاعب، حتى نادي دكتور ترى اكثر عقود اكثر ميزانيه هذا يصرف على لا حق العقود اللاعبين. انا انت نفس ما ذكرت، ومع ذلك يقول لك ما يزيد. وعبد الله انت نفس ما ذكرت، هناك اطراف في الحكومه وفي القيادات لا يريدون الشيخ طلال فهد رئيس الاتحاد، ولكن الشيخ طلال فهد متمسك او قاعد في هالمكان عشان انه ضامن الجمعيه العموميه. هذا تحليل ولا معلومه؟ انا ما ابغى اتبنى معلومه. هذا شيء مو صحيح. لا هذا شيء اكيد، حتى رغبه ولا ما رغبه، هو جاي بالنظام والجمعيه العموميه، جاي بالانتخابات. اي نعم، ما جاء مو على كيف، لانه يمتلك الاغلبيه في الجمعيه العموميه، وبالتالي المساله صارت شد وجد ما بين الاتحاد. وبعدين طيب، وبعدين مضر طبعا عارف مضر هي الكره الكويتيه، ولا بجيك انا قبل يجب على الرحيل. انا وبدر انا بعطيه مصلحه الكره الكويتيه. لا لا عقبنا نشرح نحول على مباراه المنتخب والقطر. ابو فهد حبيبي، ترى انت في الكويت او احنا من خلال احتكاكنا مع الكره الكويتيه، الشيخ طلال دائما رأي تحدي مو قريب عليها المواقف اللي وقفها. انا اشوف في دورات كاس الخليج دائما اقول لهم، يعني خل البطولات الثانيه اقول واكرر واتحمل مشويه الكلام، اقول فريق الكويتي يلعب 13 لاعب مو ب 11 لاعب، لان وجود احمد الفهد وطلال يعطون حماس حق اللاعبين وعلاقتهم ويا اللاعبين. لا 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 شوف، وبعدين بقول لك شيء، انت في الكويت حتى انا اقول حق الدكتور، اكثر بلد في الخليج، اكثر بلد في الخليج ميزانيات الانديه في الكويت. لحظه لحظه، اشوف مو عاجبك، اشوف مو عاجبك الكلام. بلا ولا لا لا ما اعتقد. ليش شاب ميزانياتنا اكبر؟ دكتور دقيقه، كلامه صج؟ لا مو صج. انه 11 ليش مو 13؟ الشيخ انا اقدر جهودهم وقدر عملهم، كلهم اخوان على وعزه، كلهم كل تقدير واحترام، هذا امر ما في مفر منه، ولكن احنا نتكلم على عمل، نتكلم في النهايه انه في اسم بلد، اسم بلد. ما حصل في خليج 20 في خليج 22 هذا امر يعني يجب يتم عليه المحاسبه الفوريه، ولكن انا كشخص ارى ان هناك قيادات لا ترقى في وجودي ومعطله ميزانياته والامور هذه، يا اخي امشي. جميل، يعني تامر، في تامر على الشيخ طلال. مش عمل التامر، هاي تامر بعد ما بتامر. لا في مؤامره على الشيخ طلال. احنا ما ودنا نقول نصف المؤامره، احنا المشكله عندنا في الكويت عشان تكونوا عارفين بالصوره، مشكله في القيادات الرياضيه، عندنا كسر العظم لا زال موجود، انا اغلب هذا وانا اغلب هذا، شخص يمتلك نفوذ وشخص اخر يمتلك اغلبيه، وبالتالي قوه العظمتين تصادم. معلش ابو بدر، لا بس دقيقه، خليني اقول لك. لا اسمح لي ابو بدر، انا بخلي سالم لانه ما عاد عندي الا كم دقيقه قبل لا اطلع نشره الاخبار. يعني نطلع من موضوع الكويت نسكه؟ سكه خلاص سكه. سالم خل تفتك.
سالم مو متحمس ما عنده ما يبي يقول عدنان قال عقلك الباطن هو اللي خلاك يعني تسقط في تحليلك الفني للفريق وانت قلت لي بقول لك نقاط وقطعتك فيها مو يسقط يعني خليه ابو فارس يفشل في تحليل الفني يسقط يفشل خانه في النهايه خلينا نسمع يا شيخ زين اولا شكرا انك اعطيتنا فرصه على ابو صقر مخلينا اليوم يعني مشاهدين اكوك عليك ابو صقر سمون صفر على الشمون انا اعتقد ابو عبد الله من اول حلقه حضرناها في ليالي الخليج هناك رجل بيننا لا يعي ما يقول اوف حقيقه الامر نعم هناك رجل بيننا يكابر على الحقائق انا اتفق معك بهذه اصبر انا خلي يقول يا وشان يتحكى عني انا مو انت بعد يكابر على الحقائق لا يعي ما يقول بعد وهناك رجل بيننا ما بكمل الثالثه لانها يمكن تكون نقاط 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 تكلمنا نحن من اول حلقه عن منتخب بلدي اعرفه زين انا دكتور عجبني في رايه الصريح قال لك انا منتخب قطر لا ارشحه ان يفوز بالبطوله ومنذ اليوم الاول قبل البطوله غرد بانه المنتخب السعودي ما في حد اليوم اعتقد هو قطري او سعودي او كويتي او عماني او بحريني ما يريد منتخب بلدي يفوز من المستحيل هذا من المستحيلات السبع لكن عندما تتحدث عن وقائع وحقائق وتضع الأمور في مكانها السليم وتحسب عليك حسابات أخرى ففي القلب غصة أعتقد ذلك أنا أعرف منتخب بلادي زين لا بس عدنان يقول أنت ما عدنش ومن الحب ما قتل أنا قلت لا عدنان أنت يقول عدنان بالعربي أنا قلت عدنان الحين لا اسمح لي لا إياك يعني واسمع يا جارة يعني عدنان قال لك انت موقف من رئيس الاتحاد لا حتى اكون واضح موقف من رئيس الاتحاد خلى عندك حاله ضبابيه تجاه المنتخب وهذا يحدث انا نظري 6 في 6 استاذ هذا اولا انت سال جريء صحابي وصاحب قلم قوي وسيبقى نظري 6 في 6 فيما يتعلق بكره القدم في عمان والرياضه عايشت الرياضه منذ ان كان المنتخب يحتل المراكز الاخيره وقفت وراء المنتخب مدى التاريخ منذ ان كان كنت في بدايه عملي الصحفي منذ ان عمد اظافري كما يقول عدنان جسنيه في لغه الخطاب عنده فانا اقول للاستاذ عدنان جسنيه آل لك ان تنتبه لكلامك عندما نبدا نتحدث في بدايه الحديث نتحدث عن تحليل واقعي لا يجب ان تهزنا المساله يعني المساله اللي هي المؤثرات الاخرى جميل تحليلك النفسي واضح انه زعل سالم انا عارفك عندك رؤيه لا نفسية بس انا اخذ من الكلمه من فارس انا متابعتي حق اخوي سالم بريان انا اعرف ان استاذ سالم ضد اتحاد السيد خالد وهذا شيء معروف حق جميع الصحفيين المراقبين او متابعين طبعا مش ضد المنتخب هذا اكيد ولكن هو له وجهه نظر ضد هذا الاتحاد سياسة الاتحاد هو لا وهذا شيء رايه معروف بالنسبة حق العمانيين وبالنسبة لنا الخليجيين والله دكتور شوف أنا بكتفي كذا لأن مضطر الثانية. المخرج يقول لي نشرة الأخبار بعد نشرة الأخبار نعود إليكم لا تذهبوا بعيدا السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز للأخبار الرياضية. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد الرئيس العام لرعاية الشباب برعاية المباراة الختامية لدورة كأس الخليج العربي 22 والتي ستقام مساء غد الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وحقق المنتخب الإماراتي فوزا صعبا على نظيره العماني بهدف نظيف ليحصد المركز الثالث في بطولة خليج 22 في اللقاء الذي احتضنه أستاذ الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض ونجح علي مبخوت في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 59 ليرفع رصيده التهديفي في البطولة
إلى 5 أهداف. مبخوت عيال خليفة ويتقدم المنتخب الإماراتي. اختتم منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم على الملعب الرئيسي في نادي الشباب استعداداته الأخيرة للقاء نهائي خليج 22 غدا الأربعاء أمام المنتخب القطري والذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث اكتفى المدير الفني في الحصة التدريبية المغلقة بالتمارين اللياقية والترفيهية، كما خضع جميع اللاعبين على التدريب على تنفيذ ضربات الجزاء تحسبا لوصول المباراة لها. أكد المدير الفني للمنتخب السعودي لوبيس كارو أن الأخضر استحق الوصول مع قطر إلى المباراة النهائية نظير ما قدمه في المباريات السابقة، وقال خلال المؤتمر الصحفي المنتخبان خاضا مباريات لم تكن سهلة وقدما أداء جيد استحقا عليه التواجد في النهائي، ورفض الحديث عن مستقبله مع الأخضر وقال لا نريد الحديث إلا عن الكأس وهو ما يشغلني حاليا، كما أسعى إلى مساعدة فريقي والقيام بعملي على أكمل وجه وطموحي كبير بتقديم الأفضل للكرة السعودية. نرى مباراة قوية من طرف أتمنى يعني أن نرى مباراة قوية. واصل جمال بلماضي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم غيابه عن المؤتمرات الصحفية التي تسبق مواجهات العنابي في بطولة كأس خليج 22 وسط استغراب من الأوساط الإعلامية. ومن جهته أوضح مساعد المدير الفني للمنتخب القطري رومانو عن سبب ابتعادهم عن التسجيل من بعد المباراة الأولى عائدا إلى مشاركة العنابي في البطولة بمجموعة من اللاعبين اليافعين الذين يفتقدون الخبرة الدولية. وجه رئيس نادي الهلال والنصر في بيان مشترك الدعوة لجماهير الناديين والجماهير السعودية عامة لمساندة الأخضر مباراته مع نظيره القطري على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 22. وفي السياق نفسه قررت إدارة أندية الشباب والفيصلي والنجمة تسيير حافلات من مقراتها إلى الأستاد، وذلك لنقل الجماهير التي ترغب في مساندة المنتخب السعودي في نهائي خليج 22. أعلنت إحدى شركات الطيران الخليجية عن تسيير 4 طائرات للجماهير القطرية من الدوحة إلى الرياض، وذلك لمساندة المنتخب العنابي في المباراة النهائية التي تجمع المنتخب السعودي مع نظيره القطري في بطولة كأس خليج 22، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضور جماهيري. ذكرت تقارير إعلامية على أن جائزة أفضل لاعب في دورة خليج 22 انحصرت بين نواف العابد والكويتي فهد لانزي واليمني علي الصاصي والإماراتي علي مبخوت والعراقي همام طارق والعماني عبد العزيز المقبالي. ويذكر أن اللجنة الفنية ستعلن يوم غدا اسم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في دورة كأس الخليج العربي 22. كما ذكرت لك التعادل يكفي للتأهل دون الدخول للحسابات. هنا نقلة للهجري من ناحية اليمين يحاول يمر محاولة من ناحية اليمنى لمصلحة الهجري فيها لمسة يد، لعبة كانت خطرة جدا ولكن مرت بسلام. نهاية الموجز.